الذهب أيضا يبدو أنه التحركات اليوم عادت للتراجع بثلاثة أرباع النقطة المئوية، عاد إلى مستويات 2425 دولار للأونصة بعد أن كنا قد وصلنا إلى ما يقارب 2500 دولار في آخر جلسة تداول. يعني توجه لخفض فائدة، تراجع لعوائد السندات نتحدث عنها أيضا، مخاوف وتوترات جيوبوليتيكال، لكن الذهب رغم كل هذه العوامل الداعمة يتراجع اليوم وحاليا بسبعة أعشار النقطة المئوية. ينضم إلينا من لندن رون ويليام رئيس قسم الاستثمارات في RW Consulting للحديث أكثر عن أسواق السلع تحديدا الذهب. أهلا بك رون. يعني نتحدث عن عوامل كثيرة تدعم تألق الذهب في هذه المرحلة من توجهات الفيدرالي، قراءة الأسواق وتوقعات جديدة لخفض أسعار الفائدة بقيمة أكبر، يعني بخمسين نقطة أساس نتحدث، وأيضا تراجع عوائد السندات التي نتابعه، دور الملاذ الآمن، كل هذا لماذا لم يتألق الذهب اليوم؟ مرحبا آلاء وتحياتي لجميع المشاهدين. نعم، هذا سؤال وجيه، لماذا مع كل هذه العوامل الإيجابية الداعمة للذهب لماذا لم يرتفع الذهب؟ هو قريب من المستويات القياسية حاليا، لكنه يستمر في الصعود برأينا في المستقبل، لكن سبب تعرض الذهب للضغط بسبب ظروف التشبع الشرائي التي كانت عند مستويات قياسية مؤخرا، إضافة إلى التخارج الحاد من الروافع المالية في المحافظ، وهناك عاملان يظلان يشكلان ضغطا على الذهب. أولا التباطؤ الاقتصادي الكلي والمخاوف من هذا التباطؤ وتحديدا في أمريكا، وثانيا التخلص من تجارة الفائدة أو الكاري تريد، التخلص من الرافعة المالية في تجارة فائدة، وهذه قصة أساسية رأيناها في الأيام القليلة الماضية، وهذه القصة برأينا ستظل مستمرة. يعني هل هي مخاوف، هذا السؤال ربما الذي سيؤثر في الفترة المقبلة، هل هي مخاوف وردة فعل مؤقتة من الأسواق بعد البيانات الأخيرة التي تابعناها، أم أنها ستستمر ردة الفعل هذه وتجنب المخاطرة لفترة أطول، وبالتالي كيف سيكون انعكاس ذلك بناء على ما تعتقد طبعا لأسواق الذهب والمعادن؟ هنا من المهم أن نركز على هذه اللحظة على المدى القصير والأثر الفوري مقارنة بالمدى المتوسط والمدى البعيد والفرص المتاحة. حاليا هناك نوع من الانفصال المؤقت بين الاثنين على المدى القصير بالنسبة للأثر الفوري، أحدث ضعف نراه في سوق الأسهم يضغط على الذهب، وخاصة مع تزايد المخاوف بخصوص أن الفيدرالي ربما تباطأ في تخفيض الفائدة، والذهب هو ملاذ آمن ويظل في اتجاه صاعد، وسيصل الذهب إلى 3000 دولار، ولكن غالبا هو يتعرض للضغوط عند حالات التصحيح العالمية الحادة، وخاصة أن الكثير من المستثمرين يسيلون محافظهم للتغطية على الخسائر في أماكن أخرى. حاليا الخوف وليس الجشع هو الدافع وراء سلوك المستثمرين، وهذا الأمر سيستمر على الأغلب وسيظل يشكل ضغطا على أسعار الذهب على المدى القصير. أما على المدين المتوسط والبعيد، وكما نعلم عندما يشعر الناس بالخوف يشترون الذهب، والذهب سيظل يواصل ارتفاعه ضمن هذا الاتجاه الصاعد المرتبط بكل العوامل الإيجابية الداعمة للذهب والتي ناقشناها سابقا. نعم، وهذا ما نعود للتساؤل عنه، أنه إذا تباطأ الفيدرالي كما تقول رون في خفض الفائدة، هذا يعني أنه سيخفضها بشكل أكبر ربما في الفترة المقبلة لأنه تباطأ، وما يعني بيئة مناسبة للذهب للارتفاع؟ هل هذا ما هو هذا ما يركز عليه المستثمر؟ هل هذا ما ستركز عليه أسواق الذهب أولا؟ وإذا كان كذلك أي مستويات سعرية تتحدث عنها؟
هل هذا ما يركز عليه المستثمرون حاليا؟ لا، حاليا هناك نوع من رد الفعل القائم على الخوف على المدى القصير في السوق بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي والتخلص من الرافعة المالية بعد تحرك كبير من البنك الياباني المركزي والتخلص من تجارة الفوائد بالين وما يرتبط بذلك من التداول في المحافظ بناء على ذلك. وبالنسبة لسؤالك عن هذه اللحظة، وبما أن الناس ينظرون إلى المستقبل وعندما تستقر الأمور فعلى المدى المتوسط إلى المدى البعيد، فإن أسعار الذهب يظل يتفوق نسبيا وبرأينا سيصل إلى المستوى النفسي التالي المهم عند 3000 بحسب نماذجنا التي نطبقها وبنظرتنا المستقبلية إليها، وهذا جزء من عملية التحول في مسار ذهب بسبب التمركز وقوة الزخم والتحوط ضد تراجع قيم العملات، وهذا أهون الشرين بينما المخاوف الكبرى تظل قائمة. ومع وجود تدفقات إلى الذهب كملاذ آمن وكذلك التزايد في الضبابية السياسية وهي أعلى حاليا من أي وقت مضى. شكرا لك رون ويليام من لندن، رئيس قسم الاستثمارات في RW Consulting، على وضعنا في أجواء تحليلاتك اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.